أخبار اليوم. الزميلات والزملاء الأعزاء، أعضاء الجمعية العمومية، السادة النقباء العرب الذين شرفوننا اليوم في بيتهم وبيت كل صحفي عربي، الأساتذة والزملاء، كبار نقباء الصحفيين الذين شرفوننا اليوم، السادة أبناء وأحفاد النقباء الراحلين الذين ننحني إليهم إجلالا واحتراما لكل ما قدمه هؤلاء العظام من أجل هذا الكيان النقابي، السادة الضيوف الذين قدموا لنا كل الدعم والرعاية، السادة المسؤولين الذين شرفوننا اليوم ونعتز بوجودهم معنا في هذه المناسبة التاريخية، الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النقابة السابقون الذين حضروا لمشاركتنا اليوم عيد نقابتهم والذين أعطوها من خبراتهم ولعبوا أدوارا مهمة وما زالوا، وندعو أن يطيل الله عطاءهم وأدوارهم. أساتذتنا شيوخ المهنة من الحاضرين، تحية لكم ودعوات بطول العمر والعافية. وإلى كل من غابوا عنا اليوم وغيبهم الموت من طابور طويل من القمم والقامات والرموز الصحفية والفكرية والثقافية والأدبية والوطنية الذين خاضوا معارك متصلة حتى انتزعوا حقهم في هذا الكيان النقابي، أو الذين استكملوا المسيرة وتصدوا لكل الهجمات دفاعا عن حقوق الصحفيين وعن حق الوطن في صحافة حرة. وإلى كل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة دفاعا عن وطنهم وأمتهم وجعلوا من أقلامهم وكاميراتهم سلاحا يحاربون به دفاعا عن تراب الوطن على كل الجبهات أو ساحات القتال، أو عن آمال وطموحات شعبهم في الحرية والعدالة والكرامة. إننا ونحن نبدأ اليوم فعاليات الاحتفال بعام اليوبيل الماسي، والذي يقام تحت رعاية الرئيس تقديرا لدور النقابة ولرسالة الصحافة. تعمدنا ألا تتحول هذه المناسبة إلى مجرد لفت نظر لقيمة نقابة ضمت في صفوفها على مدى تاريخها المئات من رموز جيش القوة الناعمة لمصر، التي قادت حركة التنوير في محيطها العربي والإقليمي، أو اقترار لحكايات عن معارك وعطاء قدمته دون مقابل أجيال وراء أجيال، مع أن كل هذا يستحق أن يعرفه الجيل الحالي الذي يتسلم الراية ويستقبل المهمة، وحتى نحفظ للذاكرة النقابية حقوق الملكية الفكرية التي يحاول البعض أن يطمسها أو يزيفها أو يقلل من أهميتها. كما أكد السيد رئيس الوزراء التزامه بمشروع قانون الجماعة الصحفية والإعلامية، والذي أدى تعطيل خروجه للنور حتى الآن إلى مزيد من عدم الاستقرار في المؤسسات الصحفية، وإلى فوضى في المشهد الإعلامي، وإلى صدور أحكام بالحبس في قضايا الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. وهنا نؤكد أنه لا مستقبل لمصر إلا بالديمقراطية، وأن الحرية هي التي تحمي وتصور وتبصر وتؤكد المسؤولية، وأن ثمنها مهما بلغ مقدور عليه. الزميلات والزملاء، في ملف مشكلات إغلاق بعض الصحف الحزبية بذلنا جهدا مضنيا لإيجاد حلول حقيقية، وبدأت مشكلات إغلاق الملفات التأمينية تأخذ شوطا كبيرا في طريق الحل، بعد أن أصدرت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بتشكيل لجنة وزارية تعقد اجتماعها بشكل منتظم، كما انتهينا من بعض الوزارات مع بعض الوزارات لإتاحة فرص عمل للزملاء الذين أغلقت صحفهم للاستفادة من خبرتهم في مجال الإعلام بهذه الوزارات، سيتم الإعلان عنها، وسيادة الوزيرة موجودة النهاردة بينا، وأنا بشكرها يعني شكر خاص، لأننا أعلم ماذا فعلت وماذا تفعل الآن وماذا ستفعل لإنهاء مثل هذه الملفات، وأنا بشكرها باسمكم وبحيث منها. قضية القضايا، إنني أؤمن بأن قضية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وملف الأجور هي القضية التي يتفرع منها كثير من التبعات والسلبيات، بما فيها المساس بالحرية وأداء الصحفي رسالته في ظل التحديات التي واجه الإعلام في هذه الظروف، وهي الشغل الشاغل لي، ولقد خاطبت والتقيت مسؤولين عديدين في الدولة لشرح خطورة استمرار هذه الأوضاع، وتلقيت من الرئاسة رسميا ما يفيد بأن الرئيس وجه بدراسة وعرض رؤية متكاملة بشأنها، كما أن لجنة وزارية من وزارتي المالية والتخطيط والنقابة والمجلس الأعلى للصحافة ستبدأ على الفور بحث هذه القضية، وكذلك البدل الذي نحصل عليه وكافية صرفه للصحفيين دون تمييز
وزيادته سنويا بقواعد واضحة، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.